عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مع سعادة السيد عرفان علي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأمم المتحدة المؤل. جاء ذلك على هامش ترأس سعادتها وفد مملكة البحرين المشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربية السابع بالقاهرة. وخلال اللقاء جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بجهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم التنويه إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البحرين على هذا الصعيد في مختلف المجالات. وقد أشادت الوزيرة آمنة الرميحي بالتعاون البناء والمثمر القائم بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، خاصة في قطاع السكن الاجتماعي. واستعرضت جهود المملكة لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين وما تتضمنه من سياسات وخطط تطويرية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية مستدامة وفورية للمواطنين من خلال برامج الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه السياسات تواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه أشاد السيد عرفان علي ببرنامج وخطط حكومة مملكة البحرين التي تولي اهتماما بالتنمية الحضرية، مؤكدا الحرص على استثمار خبرة المملكة في هذا المجال وتعزيز التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.